والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله نتمنى هلاو الحبشين مرحبا بكم في <applause> هذا الفيديو اليوم غتكون واحد التقنيه نفسيه زويونه ديرها ملي يطيح لك المورال ولا ملي تحس براسك انك جاتك التقليقه ولا يعني الاعصاب الى اخره دوك المشاعر اللي خايبه الى اخره المهم هاد التكنيك خشيها في الساك ديالك فين ما مشيتي والا ما كنتيش رد البال لهاد التكنيك هادي اللي هي كتبان باللي عاديه ولكن عندها واحد النفع كبير الا ما كنتيش راد ليها البال في الماضي فالقانون لا يحمي المغفلين خصنا حلاق مهم صديقي صديقاتي بعد المرات كيوقع شي بلان اللي يعصبك ولا يقلقك هادي كاينه كاينه وما كايناش اه قول كاينه ولا ما كايناش المهم بطبيعه الحال انت انسان ضروري يوقع واحد البلان اللي غيقلقك غي ولا يعصبك مي حنا ما بغيناش ديك التقليقات طوال مزيان ان المشاعر ما تكبتش مزيان هادي حاجه زويونه بزاف ليك وزونا لأي واحد يعني ما يكبتش المشاعر الخايبة كيما كانت ولا زوينة ولا المهم كيما كانت المشاعر ما تكبتهاش اي بالنسبة للتقليقات الطويلة ولا دوك ملي كتولي معصب واحد المدة طويلة هذيك هي اللي غنعطيك ليها واحد التكنيك اللي فرعت بها وهنا غنقولها لك المهم التقنية غتخليك ترتاح غتخليك ترتاح نفسيا وغتحميك من أي حاجة يعني شي واحد حاول يعصبك شي موقف حاول يعصبك الأفكار تدور في راسك وبغاو يقلقوك بزز الأفكار هادي طماش عندنا مشاعر عندنا عقل اللي فيه بزاف ديال الافكار هذا هو الاشكال ولكن تقنية اللي زوينه وسهله هي انك تربي يديك ما تصدمتي شويه حيت سهله ولكن راه زويونه وفعاله هي انك تربي يديك ولا تربع رجليك يعني انك دير رجل على رجل هكا كتحس بواحد الراحه وكتحس براسك قائد يعني كتحس براسك بحال انت قائد على الافكار ديالك ولا الامور اللي دايره بك مسؤول فوق دوك 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 الافكار اللي هما بحال شي ديور وانت بحال هالك الرجل الاخضر كبير عليهم دونك اي باش نقول لك حاول انك تخرج المشاعر كما قلت لك يعني المشاعر حاول انك تشوف الطريقه المناسبه باش كتخرج المشاعر ديالك وكاينه تقنيه اللي يمكن لك تخرج بها المشاعر يعني وزويونه واحد <applause> التقنيه اللي شويه مفروحه هي انك تمشي لشي بيت تسد عليك وتشد شي مخده وتبقى تضرب فيها تضرب فيها تضرب فيها, فيها، وهكذا كيخرجوا المشاعر فوالا هذه تقنيه من عندي بونيس مي التقنيه الاهم اللي كنت باغي نقول لك اليوم هي انك تربع يديك وتربع ولا تربع يعني رجليك رجلي فوق رجال وهكذا تخليك تفكر وتخليك مرتاح وتخليك متعالي على ذاك الشيء اللي انت عايشو ولا أو ولا أو داك الافكار ولا ديك التقليقه ولا داك الموقف يعني يكون شي موقف وكذلك العقل ديالك كيولي يرتب نفسه يعني كيولي يرتب الافكار وكيحاول يلقى لك الافكار الزوينه اللي تلقى حلول يعني هذا سواء كان عندك شي مشكل كاين شي حوايج اللي قدو يقلقوك بلا ما تعيق حوايج صغار يقدو يقلقوك مثلا الجو إذا كان سخون مثلا زيرتي على الصمطه ديالك ولا انك زيرتي على الكول مثلا انك فيك شي حبوبه وما حملهاش يعني شي حبوبه تقدر تحك فيها تحك فيها هادو حوايج اللي قدو يعصبوك ولا يقلقوك بلا ما تعيق باش تحمي راسك من اي حاجه كيما كانت سوا صغيره سواء كبيره انها تقلقك ولا تعصبك يعني دير هاد التقنيه ديال انك تربع رجليك ولا تربع يديك هادو التقنيات يمكن لك ديرهم في اي بلاصه يعني اي بلاصه كيما كانت كيما وقع لك الموقف في اي بلاصه ولا وهذه التكنيك اخويا ولا اختي راه حتى شي واحد ما حطها يعني هذه اول قناه تحطها شكرا بزاف على الاستماع وكنتمنى يكون عجبك هذا الفيديو هذا ونتلاقاو في فيديو اخر واسئله جداد ان شاء الله بون كوراج الى اللقاء